قايد قايد لا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. احرصوا تجيبون ورقة وقلم واكتبوا معنا اليوم طبخات ولا يعني لا كانت ولا جرت. اليوم طبعا مع طباخنا وحبيبنا أبو كريم، وصاني بمجموعة شغلات. أنا العادة إذا صرت جاي أقضي أجيب السوق كله، هذه المشكلة لازم لها حل. خلنا نشوف أبو كريم وش يشير علينا عليه، وبعدين بعد نتعرف على ضيفنا لهذا اليوم. يا ابو كريم، هلا والله. يا مرحبا. هلا هلا. يا مرحبا. سلام عليكم. حياك الله. كيف حالك؟ الحمد لله. شخبارك؟ تقبل الله. اليوم عد... إن شاء الله. اليوم عجلنا عليك شوي ولا لا؟ لا ما في مشكله، الله سهله فيك. خلصت وردك؟ لا جبتها، بس انا عندي مشكله كبيره. يلي هي. هذا اللي تبيه انت بالضبط؟ والله هذا واجد كويس. كثير هذا كويس. هذا يعني اوفر. اوفر اوفر لما الربات بيستعملوه كثير كثير اوفر، لانه هذا اول شيء له قاعده اصلا. حلو. له قاعده بيسهل عمليه التغليف. هذا هو اصلا التغليف. ايوه لا تغليف. أيوة. طيب انا عندي مشكله، انت وصيتني بمجموعه مقاضي وقضيتها اليوم. أيه. بس انا صرت جايع وصرت بدل ما اجيب كرتونين صرت اجيب اربعه. انت ايوه صحيح. وش المشكله هذه يعني؟ وش احسن طريقه لين جل واحد يقضي؟ وش تروح جعان؟ انت روح بعد الافطار. افطر وروح. إيه؟ طبيعة الحال أن الإنسان الجعان بيحس برغبة بالأكل، يعني يشتري أكثر من حاجته. بالضبط. وبالتالي من أفضل أنك تروح أنت يعني مرة بعد بعد الإفطار. جميل جميل. اليوم نرحب ضيفنا. معنا ضيف ما شاء الله مرح ومعروف بخفة دمه ومسابقاته، وله جهود كذلك جميلة وخيرية للأيتام، مرضى السرطان، ما شاء الله، للمعاقين. بارك الله وجهه. أبو عمر عبد العزيز الدريسي. حياك الله يا ابو عمر. الله يحييك. يا هلا. اوه يا مرحبا. وش انك جايب معك؟ ود الرحمن جبنا الله معنا. يا هلا يا هلا. حياك الله. كيف حالك؟ مرحبا. طيب ما شاء الله. يا هلا. شو اخبارك؟ يا سلام. طيب رمضان كريم ان شاء الله. الله يسعدك. قبل من امكم ان شاء الله. وش هالزين يا ابو عمر؟ هذا يبغى لنا ان شاء الله ابو كريم يضبطنا البروستد. لا 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 حرام عليك. لا لا هذا عاد من اهدى الطيور. جميل. وش يسمى هالطير؟ هذا الروس. الروس. اي شغل شغل يعجبك. هذا انا والله ما عندي معلومات عنها، انا سرقته من متعب. ايه متعب. انقثان بيض الله وجهه. شكله حلو. اي والله. هذا اسمه وش مواصفاته ولا وش شغلته؟ والله يقول هذا هادي وكويس، يعني مو من النوع البثر ذا اللي يزعج. اسمه زين. طير الروس. وترى غالي ذا، يقول حدود يوصل ل 300 400 600 700. جميل. انا عندي معلومه عنه من متعب بيض الله وجهه، يقول انه عده اصناف. طبعا اخونا وحبيبنا ومعد البرنامج وكذلك منسق ضيوفنا، يقول انها تحدى مع واحد هو في السوق، يقول وباعه الظاهر او شيء، قال تحداني اني رجعه، قال هذاك اتحداك، فمره مرتين ثلاث مرات وهو يطيره ويرجع له نفسه، ففيه وفاء. والله جل انا خاف يرجع لها الحين. اي والله خاف يوهقنا. طيب خلينا نشوف ابو كريم وش الطبخ اليوم. طبخين اليوم يا طويل العمر عندنا كتف غنم. كتف غنم بصلصه الخردل. يا سلام. مع الرز بالكاري، لكن عاملين صلصه الخردل وعاملين محشي نفس الكتف من البصل المذبل، بيعطيه نكهه مميزه. جميل. وطعم كثير ومذاق فريد. جميل. وكذلك عندنا اليوم ام علي. ام علي. ام علي بينبسطون، اي وحده اسمها ام علي بتنبسط ولا لا؟ ام علي مدلع اليوم بعد، مو بس. اي لا، ام علي اليوم يبدونها بالشوكولاته ولا لا؟ لا، مستعملين عجينه الباف بيستر اللي هي خاصه لام علي، لكن ضفنا لها كاكاو. لما نضيف لك كاكاو صارت نكهه الشوكولا كتغيير. حلو. علي عده، بنعمل عده انواع وبعده مذاقات، اخترنا هذا النوع اليوم كثير يعني دي. جميل. هي الاكله اصلها مصريه؟ بالضبط. يعني نفطر بدري كذا. لا لا على طول. اذا نقول نبدا بسم الله. بسم الله. بسم الله. راح نبدا تحضير لهذا او نحكي عن الصلصه. بدايه عندنا كتف او باط غنم. طبعا بعد ما ننظفه نشيل منه الشوائب، نشيل منه اي شغل مش مرغوبه من الروائح او شيء، شقينه بالسكين ليسهل تدخين البصل المدبل. يس. انت هذا شكله مشوح بالزيت. بالضبط. ايوه مدبلينه شوي. انت لك في الطبخ يا ابو عمر. والله ما شاء الله. راح نضيف
فوق البصل. حلو. تقريبا ملعقة صغيرة من بودرة الكاري. وراح نضيف من معزز النكهات أو ما يسمى بالأجينوموتو ملعقة صغيرة. وما يلزم من الملح. هيدول المكونات مع بعض راح نمزجهم ونملي الشقوق. ايه. هذه اللي فتحناها بقلب الكتب. ترى هذا تخصص بعمر. يلبس شغله انا ما قد اشتغلت لا لا اشتغل يعني اشتغل ما انا عارف انه احيانا شغلنا حوسه ولخبطه لكن البس الجلافز يا سلام والبس هذه وخلي شوف هذا من ناحيه الحشوه اما من ناحيه الصلصه ايه؟ عندنا ملعقتين ونص كبار من الخردل من الخردل اصل الخردل وشو اصل الخردل هي نوع من النبته او عشبه تجي حبوب صغيره جميل وتطحن في, في منها بودره طب بتتغسل لما تتغسل بس تحصل على لون اصفر جميل لما اسال الحركه هنا الان هذه بدي احط لحتى نحصل على كثافه معتدله راح نضيف زيت بالتدريج فوق هذا الماستر يا سلام نمزج مع بعض عجل يا ابو عمر اخلص ايه اطلع الشطارة ما تشخيص ما عندنا شكلك معتمر توك معتمر أبو عمر كم لك في التقديم ما شاء الله أنت لك في المسابقات ولك في الألعاب ولك في وفي النشيد ولا لا 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 النشيد مالك في النشيد بيفطرون سبق أنك يعني لا إله إلا الله طبخت في البيت مع أم العيال والله هي تستاهل والله وحيها من هالمنبر حي ميمتي وزوجتي آمين ما دائما أبثرهم صراحة في المطبخ لا تطبخ طبخ ولا حتي بس الحمد لله لا لا يعني نجتهد نجتهد مو طبعا طبخ البيوت ولا طبخ تحوسهم ولا ما تحوسهم عاد لابد في التنظيف هذا خله خله يحرك ابو عمر ابو كريم هذا الان حركناها شوف صرنا على هذه النزوجي من الخردل لا 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 شغل نظيف لا لا شغل برا انا ما لا ما في بر ما بر انت اذا في مطبخ مطبخ ابو كريم لازم له مواصفات الان رح ناخذ هذه الحشوه اللي هي عبارة عن البصل المدبر أو المشوح ضفنا له الكاري والمعزز النكهات وما يلزم من الملح مزجناهم مع بعض وبناخذ هذا الجزء من اللحم نحشيه جوا كذلك تحت هذا الطرف نحشيه هذا نسوي العادة مندي هذه الحشوة بتعطي نكهة مميزة كثير خلي يكملها أبو عمر بس بعدينك تفضل يلا ابو عمر انا بشتغل ببدا بالرز الرز نسلقه قبل لا الرز هيدي الطبخه ما بدها ما يبيها سلق ولا ما بدها سلق طيب لكن ناقعينه ناقعين الرز اللي هنا طالع هنا بالضبط خلينا نطلع هذا لحظه اجيب لك صحن ابو عمر صار لكم موقف طريف في تقديم حفلاتك في امورك في والله مواقف تخبر كثيره طريفه لكن يمكن اقرب موقف كان قبل فترة في أحد القنوات مقدم لأحد البرامج طبعا أنت تقدم في قناة سمسم وقناة الحمد لله قنوات متعددة يعني الرسالة وبداية طلعنا فيها كم مرة الحمد لله كم مرة كان في أحد الأطفال يبغى يطلع متفقين من قبل القناة نفسه بتطلع في الأخير يوم جاء أخوه على الغار ويقبصه ويشغل سطيرة الإنذار وصع على الهواء على الهواء يقبصه وش معناها بعض الناس ما عرفوها قبصه من اليد كذا قرصه اي هالله قرصه يا سلام جميل عاد دورني وش اسوي انا الحين اغير فقره مسابقه على طول على طول لازمي الصغيرين الله يصلحهم احيانا تنحرج اذا قال عزكم الله يبي دوره المياه او شيء إيه على الهواء تنزنق انت تتوحد صارت مالك الا اقرب فاصل واذا عاد كون بعض المخرجين ما شاء الله ترى يعاونك صح بعض المخرجين كم إنه طبعا حبيبنا ومخرجنا أبو أحمد بيض الله وجهه أستاذ أشرف السيسي ما يحتاج معاوننا دائما تاج روسنا بيض الله وجهه جميل. إحنا وش سوينا أبو كريم وش الآن طبعا ما حطيت بصل أنت لا هي ما بدنا على طول أيوة. غسلت الرز استعملت زيت الزيتون أيوة طبعا كنا غاسلين الرز قبل نص ساعة بالماي حطينا زيت الزيتون وضفنا الرز فوق زيت الزيتون وحطينا مقدار ملعقة أو نص كبيرة من بودرة الكاري وحطينا ملعقة من معزز النكهات وما يلزم من الملح إنما هم بهذه الطنجرة سالقين مدبلين البصل وحطين مرق لحم أو مرق دجاج معه وبعدين صفينا أخذنا نكهة البصل بهذا المرق لنضيفه فوق هذا الرز حلو يلي الله احكينا المرقة هذه مطبوخة من قبل ما شاء الله اينا يعني مين مع الرز ما شاء الله لا 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 حالة يا سلام بصل لا. مع دبلنا البصل دبلنا البصل بدوق على مع قليل بسيط مع رذاذ الزيت جميل ممتاز دبلناه وضفنا له مرق الدجاج تركناه على جنب بس ممتاز بعدين صفينا يا سلام صفينا وبقي عندنا نكهة البصل
من الريحه ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هذه تصلح الطبخه يبدو سحور ولا لا؟ ايوه طب ممكن تحط كتشكيله على الفطور. يعني نحن عم نشتغل في طبعا بحاجه لحوالي 20 او 30 بيئه لينضج. انا عامل هون نسخه منها. هون نعطي خيار للمشاهد، فينا نضيف له زعفران كاضافي وفينا نستبعده. طبعا هذا موضوع خير. طيب الكركم ممكن كويس؟ الكركم كويس، لكن نحن نحافظ على نكهه الكاري. الكاري احسن. الكركم فيك تعمل رز ثاني مستقل بنكهه الكركم. جميل. الان وصلنا نحن هون حشيت المفروض من الافضل ندس الحشوه لجوا. طيب ابو كريم ليش ما يحطها عليها كلها؟ لا ما هذه الصلصه. الان هذه الصلصه اللي احنا عملناها. ايوه الان خلي اضبطها انا. ايوه من الدهنة من تحت، لكن قبل انا حاطط قطعه من ورق الصحي مشان يسحب الدم اذا بقي نسحبها. بسم الله. ايوه هذه خاصه الفرشه دي. أيه. هي نفسها اللي عند محلات الطبخ ولا لا؟ اي نعم بالضبط، هي خصوصا بدهن الفطاير بالبيض، بدهن الزبده، بدهن الدهن باليد ما يزبط. افضل حتى تتحكم فيها اكثر. اقلب اقلب يوم كنت لابس دقيقه بس احط مع الجنب. يلا بسم الله. اليوم زود 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 بعد اي زود. هاي الصلصه لازم تروح كلها. والله اليوم اكثر لك ال ما شاء الله. اليوم اغريتونا مره انك لا لا ما يحتاج انك كل يوم. الله يكتب اجركم يا مالك. امين الله يطول عمرك ما شاء الله. نقلبها. طيب نقلب خليها كمان تندهين. ايوه, أيوة. اذا خلونا نطلع وياكم الى تقرير ونرجع وياكم ومع سواليف وقصص ابو عمر. الله جاهز؟ جاهزين جاهزين بسم الله. هذا البرنامج برعايه الرز الشعلان من زمان أحباب، قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق، مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. مما لا شك فيه أن البيض يعتبر من المصادر الهامة لطعام الإنسان، ولا أحد يعلم بالضبط متى وأين أصبح البيض ضمن قائمة الغذاء، لكنه على الأرجح قدم من غابات جنوب شرق آسيا، حيث موطن الدجاج الأصلي منذ 7500 عام قبل الميلاد. يعد البيض مصدرا جيدا للبروتين عالي الجودة. توفر البيضة الواحدة مقدار 11% من القيمة الموصى بها يوميا و68 سعرا حراريا، فالبروتين المستمد من المصادر الحيوانية يعيد توازن الأحماض الأمينية في الجسم. يحتوي البيض على نسبة جيدة من مادة الكولين، وهي من الأغذية الرئيسية للدماغ، لأنها تساند في بناء أغشية الخلايا الدهنية المتوفرة بنسب كبيرة في الدماغ، كما أنها ضرورية لنقل الإشارات العصبية في الجسم وتزيد من قدرة الأداء الوظيفي للدماغ. والبيض غني بفيتامين باء الضروري لصحة القلب وسلامة الأوعية الدموية، وخاصة فيتامين باء 12. وبالرغم من أن صفار البيض يحتوي على نسب مرتفعة من الدهون، إلا أن العديد من الأبحاث تؤكد أنه لا يؤثر بشكل كبير على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم. وفي دراسة نشرت في مجلة البيولوجيا والصيدلة تبين أن البيض يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لأن البروتينات الموجودة في صفار البيض تمنع تجلط الدم، وهي بمثابة مثبطات قوية ضد تراكم الصفائح الدموية. يحتوي البيض على نسبة أكثر من غيره من الكاروتينويدات، وهي اللوتين وزياكسانثين. هذه المركبات الشبيهة بمضادات الأكسدة تلعب دورا هاما في منع الإصابة بفقدان البصر وخاصة كبار السن، وأيضا يحد من خطر الإصابة بمرض الماء الأبيض أو ما يعرف بالساد. والبيض غذاء جيد لتحسين نمو الأطفال العقلي والجسدي، كما أنه المادة الغذائية الوحيدة التي تحتوي على فيتامين د بشكله الطبيعي. هذا البرنامج برعاية الرز الشعلان من زمان أحباب، قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق، مطاعم ماريز
التفرد بالطعم والمكان. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله يا مرحبا فيكم في برنامجكم أطايب، معنا أبو عمر عبد العزيز إدريس. وش رايك شفت له رضاعة؟ والله هذا ما صام. هذا ما صام. هذا عمره طبعا شهر ما شاء الله. والنوع هذا يسمى طبعا الروز، ويسمى الهدد. انك تهده ويجيك على التحدي اللي راح ورجع. ايوه ما شاء الله تبارك الله. لكم انتم حضرت مهرجاناتكم ما شاء الله، يجي مجموعه من الشباب ما شاء الله يسووا لكم دعايات، يسووا لكم اللي هو شباب الانستغرام. شباب الانستغرام وين تجيبهم من؟ نبيهم دولي. والله ما شاء الله داعمين للخير، الله يكتب اجرهم. وللعلم يعني من غير اي مقابل. والله انت كم يتبعك كم الان؟ والله الحمد لله حول 60. حتى 60 الله يجعل حجه لنا لا علينا. امين ان شاء الله. عطنا شوي اخوي. والله الحكمه مو من كثرتهم، والله هم ترى كثروا دبروا. والله تبلش وانتقاداتهم واجد وشغلاتهم احيانا، لكن الواحد يزرع له هدف ومرضات الله سبحانه ولا يجامل على حساب، لان احيانا بعض المتابعين يطلب منك شغلات او يطلب منك يعني امور. هو ان فتحت المجال، لكن على قولتهم ان كان لك هدف ان شاء الله ارضاء الله، خدمه الاعلام الهادف، خدمه اهل الدين، باذن الله ان امورك متيسره باذن الله باذن الله. وبعض الحفلات اللي نحضرها مع الشباب، المهرجانات طبعا هم يكونوا سباقين للخير وهم اللي يعلنون عنها. شباب السوشيال ميديا والله فعلا هم الدالوا على الخير كفاعله. نعم هم مع العلم انهم يحسبون يعني في حساباتهم مبالغ ماديه صح، لكن جت حملات فرضا للمعاقين، للايتام، للتوحد، محاربي السرطان، هم من اول الناس. بيض الله هذا واجب. اي والله التطوع عموما من احسن ما يكون. اي والله اسال الله يرزقنا الاخلاص والقبول. امين. ابو كريم، في بعض الناس ما شاء الله يتطوعون في الطبخ. ولا لا صحيح، يعني تجده مثلا في بعض مثلا ايام الحج، في ايام العمره، تجد انه يبذل نفسه يعني يطبخ من الرز ويفطر الصايمين. اللي بيعرفه يعني. لبه. اللي بيعرفه بيطبخ، اللي بيعرفه. ايوه. طعام الطعام يعني امر محبب، وانت تنبسط حتى ياثر على نفسيتك اللي تطبخ. صحيح. ولا لا؟ اللي في هذه الايام نجد بعض الناس اللي يطبخون في هالمساجد ما شاء الله، والافطار صائم صلى الله تقبل منهم. يعني نشوف ما شاء الله بعض الجمعيات اللي يطبخون منه فينا يعني شباب. صح صح. الله يكتب اجرهم. طيب وش وصلنا يا ابو كريم؟ الان بالنسبه للكتف اللي نحن حشيناه دهناه بباقي الصلصه، وبعدين باقي كوب يعني الكوب الصلصه يلي نحن عملنا منها الرز، خلينا مقدار كوب وحطينا هذا كوب الصلصه بقاع الصينيه وغلفناه ودخلناه على الفرن، وبالتالي شلنا النسخه او النموذج الجاهز. هذا هو يلي نحن سبق طبعا بحاجه لحوالي ساعتين بالفرن على درجة حرارة 420. عرفت كيف؟ ساعتين طبخ. ايه بالفرن جوي. وانت الاصل سلق ولا لا 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 ما سلقته ابدا مثل ما نحن. وش هالرز؟ وهذا الرز عبد الرحمن طبعا لانه مساوي قبل البعد، من الافضل لما نسكب الرز نحاول شوي نقلبه برفق، بحيث انه اذا كان متماسك مع بعض يتفكك. ناس دائما يشتكون من قضية انه يصير ملبد متجمع بأكثر اكثر من سبب. اول سبب خلي وانت تسولف هذا السبب. اول سبب بيكون ميته اكثر زيادة، الموية زايدة. ثاني سبب بيكون النار خفيفة، اول ما تحط الرز المفروض تكون النار عالية عالية يغلي وبعدين تهدي النار لحتى ينضج على رواق. والسبب الثالث بيكون منقوع زيادة عن اللزوم. عجيب. اي رز لو نحن بنعمل رز الشعلان على فكره كثير بتلاقي اي انواع من الطبخات بناسب رز الشعلان. وبالتالي بيكون مكتوب على اي نوع من الرز كيفيه الاستعمال او المده الزمنيه يلي المفروض تنقع الرز من بعد ما تغسله بالماء. في كثير من الناس ما ادري المعلومه صح ولا لا، يقول كل ما قصرتها طبعا في البدايه انك تعلي على النار. نعم. يقول في النهايه لازم خلها يعني بالضبط. مره خلها بالضبط. ما شاء الله ما شاء الله. هذا البار كفي. الان بالنسبه للمكسرات فينا احنا نضيف او نجتهد نحط اللوز، السنوبر، الكاجو، الزبيب، هذا بيرجع لذوق ذوق. هذا من ناحيه طبعا رئيسي. قبل ما يسبقنا الوقت نشتغل الدماغ، هذه نحكي عن طبعا الام علي. ان الام علي تنعمل باكثر من طريقه وباكثر من نكهه وباكثر من يعني مذاق.
وبالتالي احنا اخترنا اليوم الباف يلي احنا بنسويه سبق وسوينا اكثر من مره. جميل. لكن ضفنا له الكاكاو حلو اللي هو الشوكليت باودر. نقول مقاديرها قبل لا نطلع من الفاصل بس بشكل سريع. اوكي بشكل سريع عندنا العجينة الباف بالشوكليت. عندنا الحليب الفريش كريم السنوبر فستق هذا ما دخله. اوكي الزبيب شرايح اللوز السكر الكوكونات. اذا الفاصل بيقوله ابو عمر تفضل. لا تبعدون فاصل ونرجع لام علي بالشوكولاته. بالشوكولاته. هذا البرنامج برعايه رز الشعلان من زمان احباب، قصر الاواني جهتك الاولى للتسوق، مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. من يومنا كل واحد فينا يحب يحس بقرب الثاني. من يومنا نقدر الأيام الحلوة ونستمتع بلذتها. واليومنا نخلي كل لحظة تجمعنا بجواء كلها محبة وتربنا الأوقات عشقنا طعمها وتربينا على حبها. أرز الشعلان من زمان أحباب. نعم قصر واحد فيه أكثر من 50,000 منتج. نعم قصر واحد على مساحة 5,000 متر مربع. نعم قصر واحد لكل احتياجات المنزل. نعم هو قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف. مطاعم ماريز التفرد في الطعم والمكان. مطاعم ماريز واحة لكل عزيز. مطاعم ماريز لحفلاتكم وولائمكم. مطاعم ماريز الرياض طريق الملك عبد الله أمام صحارى مول. www.mariz.com.sn مطاعم ماريز التفرد في الطعم والمكان. هذا البرنامج برعاية رز الشعلان من زمان أحباب، قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق، مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. رجعنا لكم من جديد مع حبيبنا عبد الرحمن وشيفنا اللي جوانا والله اهلا وسهلا فيك وكريم بيض الله وجهه ورفع الله قدره. بنبدا بهذه اليوم. ايه انا عامل نسخه جاهزه نموذج لكن المقادير نحكينا قبل الفاصل بشكل سريع رح نضيف او نحكي عنها. فوق هذا الحليب رح نضيف السكر. ايش رايك انت تمزجهم؟ تمزجهم نحرك يلا نمزج مع بعض. ايوه ممتاز. اوكي وبعدين من بعد ما تمزج بشكل جيد رح نضيفها فوق كده صح الفوق. هذا تشتري أيه. جاهز يا ابو كريم؟ نعم هذه جاهزه؟ لا انا نسويها. ما شاء الله. لكن ما تباع جاهزه؟ لا بس افضل يعني اي شيء بتسويه بالبيت احسن افضل كده. الطريقه صح ولا ترى؟ لا هذه ما في مشكله. هذه كيف ما حركت لانه احنا حنضيفها الان من بعد ما نضيف الزبيب نصف كميه الزبيب واللوز نصف كميه اللوز والفستق ولا بعدين لا هذا كمان جزء منه كذلك الصنوبر والكوكونات كله والكوكونات هذا ايوه هذول بنمزج مع بعض ما شاء الله. وبعدين هذا الحليب بنضيفه مع السكر بنكون مشغلين الفرن عفوا شوي بنكون مشغلين الفرن على درجه حراره 400 نتركها بالفرن ليمتص هذا الخبز السائل ونحصل على هذه النسخة بالمكسرات والزبيب بنوزعهم على سطح الطبق وبنقدمها. رح ندخل على الفرن. تجلس في الفرن كم دقيقة؟ بحاجة أصلا المفروض الفرن يكون هالفرن ورق المفروض يكون الفرن جاهز يعني يكون محميين وعلى درجة حرارة مطلوبة قبل بوقت. بحاجة 15 دقيقة بالكثير على درجة حرارة معتدلة بتلاقيها جمدت يعني الآن هذه مثلا لو شفناها
نفرجيك عنها. إن نذكر السادة المشاهدين إن في كل حلقة معنا 1000 ريال، مجموع جوائزنا 30,000 ريال في كل حلقة. بنسأل سؤال، السؤال هذا بيجيكم، ركزوا في الحلقة زين، إجابته في نفس الحلقة من أثناء الكلام والدردشة اللي نقولها مع أبو كريم، ثم يختار الفائز ويتم التواصل مع. الله يبارك لهم إن شاء الله. آمين إن شاء الله. هذا هذا الرز قرب طبعا لما يغلي بنخفف النار. اللي بنذكره بعد بالنسبه للام علي، لما يصير لها نص الوقت المحدد بنشيلها وبنوزع عليها الكريم، نوزع عليها الكريم وبعدين نرجعها مره ثانيه منشان تاخذ نكهه الكريم. يا سلام. ايوه. وهلا بهذا الوقت المتبقي راح نقدم طبعا بعض الاحيان الاطفال الام تعجز انه تطعميهم او خليه يتناول الفواكه. حلو. عم مقدمين البطيخ بشكل يلي ما الفواكه الاطفال ما بتحبها، مقدمينها بشكل مختلف بالرغم انه اي جزء بيطلع من البطيخ ما بنكبه، بنحوله لعصير، بندخله مع سلطه الفواكه. بدي راح نوصل الطريقه بشكل سريع. ما شاء الله ما شاء الله. لذيذ. العادة أنت في المقاضي، هل تقضي تكتب مقاضيك قبل؟ نعم. ولا بالعربية وكل ما لقيت الشيء زين قلت خليه بدأ؟ اللهم لك الحمد، علمت من الوالد الله يطول عمره إنه من قبل يسجلها قبل. يسجلها قبل بيوم بعد. عجيب. ما بقى قبل ما أطلع. قبل يوم سجل اللي تبغاه واللي تحتاجه. حلو. وأيضا رح للمحلات يعني الكويسة اللي مو باهظة. زين. في بعض المحلات الكبيرة يصير فيها عروض ممتازة. ولا لا أبو كريم؟ الله. يعني أحيانا مثلا تلقى مثلا 4 مكرونات ومعها يا صحن يا شغلة أو معها صلصة. رمضان بعض المحلات الله يهديهم يستغلون فرصة رمضان. ويجيبون أحيانا بعضهم أشياء قديمة تأكد من سعر تاريخ الإنتاج. صح. صح. في شغلات صغيرة. هذا قربها جوا اطلعها شوي. انت بدك هذا خافت قربه لنا و... اي لا بعده عنا الله يرحم والديك. بقى دقيقتين معنا يا ابو كريم. أوكي. بشكل سريع. أيوه. هنا انا حبه من بطيخ او جزء من حبه رح ناخذ منها قطعه بهذا الشكل ونقطع هيدي القطعه 4 قطع. بعدين نقطعها مربعات. حلو. بهذه الطريقة اخذين بعين الاعتبار هذه الأجزاء الصغيرة من قصة حتى مع السلطة بنحولها عصير بنستعملها ما منكبها حتى. حلو. الجزء الصغير اللي بيطلع. حلو. من القطع الكبيرة. أبو عمر لجيتها تشتري الجح وشو الطريقة اللي تعرف بإذن الله أنها حمراء؟ والله على العادة يطقطقون على هذا. ليه سمعت بيني وبينك أنا أقول لها على السكينة. على السكينة أضمن. على السكينة كده ترتاح. أبو كريم كيف نعرف؟ لا بدك صحيح الضرب عليها يعني لما تسمع صدى. تسمع لها صدى. لما تسمع صدى إشارة إنه البطيخة طال عمرك يا أما سفنجية من داخلها يعني مش كويسة أو بيضة. لما ما تسمع صدى قوي بالتالي بتضمن او 85% او 95% انه البطيخه حمراء. جميل. هذه معلومه والله جديده. جميل. له على السكين وبس. على السكين. في بعض السكين مجبور تاكلها. عفوا سيبك مجبور تاكلها على طول. لازم تاكلها صح. بدك تاخذ 4-5 حبات ما فيك تاخذهم على السكين كلهم. هذه الان تقورها انت ولا لا؟ شوف رح نوصل الطريقه، نحن قطعناها مربعات وقلنا هذه الاجزاء ضروري ما نتلفهم. بس السكين دقيقه جدا جدا لو صارت بعد اذنك يا ابو احمد الكاميرا عليها اشوف السكين. يعني مميزه جدا. ما فيك تستعمل سكين ثاني بس هذا. بس دي ما شاء الله وين؟ هذه خاصه. هذه شكلها حنجر. هذه اسمها سكين منقار الطير. عجيب. منقار الطير شوف عامله زي نار. انت عندك شغلات في. عندي شغلات كثيره. ايوه. اي لا غريبه امس الشباب يتعيرون على عندنا ملعقه طالع لها. اي نعم بعض الاشكال هذا الشيف ما شاء الله له. لكن ابو عبد الرحمن بدنا نذكر برضو المشاهدين في مرحله دائما يغفلون عنها اكثرهم وتغيب عنا ان الافطار بعد الاذان والسنه عند الاذان. صح اكيد. وهذا يغفل عنها الكثير وان التعجيل في الافطار. ناخذ نموذج والتاخير بالسحور. صح. والتاخير بالسحور. ويختم لنا الحلقه ابو عمر. ناخذ نموذج ابو من البطيخ اللي هو هذا. هذا صار نموذج. هذا نحن مسويين قبل طبعا فينا نعمل قطع كبيره نعمل قطع صغيره وهيك بصير الاطفال ما بتحب الفواكه ما بتحبش البطيخ تتناوله لانه حيكون شكله مختلف. جميل. خلينا نحطها جنب هذه. اليوم ما شاء الله اول مره ترى يا ابو عمر ما شاء الله. يعني العاده نحط طبقين بس عاد يوم جيت اليوم ابو كريم ما شاء الله شكله هنا اليوم. اكرمك الله وكثر الله خيرك يا ابو كريم. اهلا وسهلا فيك وتعبناك دائما.
ابو عمر بيض الله وجهك، رايتك بيضة. انا اتشرف والله اني لنا اكون في القناه. الله يبارك فيك صراحه، ويكتب اجركم خصب. امين ان شاء الله. وانا اقول يعني لا تنسونا من دعوه صالحه قبل الفطور، تذكرونا بالخير انه وعيالنا واهلنا واحبابنا، وقبل ذلك امننا وبلدنا ولاة امرنا. حفظكم الله، مع السلامه والى يوم قادم باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Da 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 da.